حير بها اي الويل يسأل يهرج جواب حير بها اي الويل يسأل يهرج جواب يا من حار وقع وعلى البطه ينصاب اي مذبوح يا وليدي لا تروح يا ابن من يدي مذبوح هيا هيا لا تروح يا ابن من هيا للحومة نزل وختل فات الأعراء علي قالوا نزل لوصا حب الأسرة علي الأكبر وحيوب الله عاشورا وبسيفه كتابه كم الأبي يا المذبوح آية نشمي إلى تروح يا يا مذبوح هلا يا لا تروح لا تبرد النشمي يا ولادي حير بهاي الويل يسأل يريد جواب يا من حار وقع وعليه الوطه ينصاب ايه الموقف نشوف شكي ثور بيه عجاب محمد له علي الأكبر نشوف خضايا بمذبوح هي لا تروح يا ابن من يدي مذبوح هيا لا تروح نهاية صحيح الطاح إلى يكبر ودم أكل آيات له كتاب وكيل جريح أحمد يظل عاشور صوت بكيل وجه يشهد شجاعة حه دار وللما اصطفى المشهد يا المذبوح دي لا تروح لا تبرد النشم بعدك بحيلك مذبوح هيا لا تروح من يدي صحيح لقاح الى اكبر ودم اكل ايات له كتاب وكيل جريح احمد يضيل عاشور صوت بكيل وكيت يشهد شجاعة حه دار وللمصطفى المشهد يا المذبوح اي لا تروح يا دي مذبوح هدي لا تروح ابنه من يدي ثور الأكبر وسيفه حجر سجيل شبل حسين قربان دم اسماعيل محمد بن طفوف وحوض التأويل مثل عمه مثل عباس عمه ومن رماه ويا المذبوح يا أهل تروح يا مذبوح لا تروح أولادي ثورة الأحمر وسيفة حجر سجيل شيب لي حسين قربان دم اسماعيل محمد بير طفوف وحوض نلا التأويل مثل عباس عم وراه ومأيل ويا المذبوح
اي اي لا تروح بدي مذبح دي اي لا تروح اولادي اي لا اكبر يا راس وطاه هبي مفجوح مثل عيسى كنيسة وعلال رميح مرفوع صوت حسين صوت لالي حشور مرفوع صوت حسين صوت لالي حشور آية أو عرش الله جبين بكيل وكيت مطبايا مذبوح يا لا تروح اولادي مذبح يا لا تروح يا اولادي يا هلا اكبر يا راس وطا هبي مفجوح مثل عيسى كنيسة علان رميح مرفوع صوتي حسين صوت ولال حشور مسموح او عرش الله جبين بكين وكت مطبايا مذبوح يا لا تروح ليدي مذبوح ليدي لا تروح من يدي علي الأكبر نصر ونظر ضريح حسين إناح رويناح ربو صارم ضوى الكونين ويوم الطاح حيل أكبر شاء لحضن الدين ويوم الطاح إلى أكبر شاء لحضن الدين إدم دوم وبول يما يوين علي يا مذبوح يا لا تروح يدي مذبوح يدي لا تروح أولادي علي الأكبر نصر ونظر ضريح حسين نحر وناح ربو صار ضوى الكونين يوم الطاح إلك برشا لحضن الدين دم ودوم علو النايون إلهي وسلم.